طيب احنا خلاص فهمنا الجزء الاولاني وكل التفاصيل بتاعته، وخدنا كده اساسيات التولز، وخدنا عرفنا التفاصيل بتاعت التولز نستخدمها ازاي، والمعايير والالجوريزم بتاعت جوجل، وعشان تطلع فيديو كويس هتعمل ايه، او المعايير اللي انت لازم تخلي بالك منها وانت بترفع الفيديو. طيب تعالوا كده بقى نبص على الجزء التاني، الجزء اللي احنا داخلين عليه دلوقتي، الجزء بتاع التشانل نفسها. انت لما بتكريت تشانل على يوتيوب او بتشتغل على التشانل، بيكون عندك الداشبورد دي. الداشبورد دي بتكون جاهزة قدامك بحاجات مختلفة. اول حاجة هنا بيقول لك انت محتاج تعمل ابلود لفيديو. لو انت محتاج بتعمل ابلود لفيديو، بتابلود الفيديو وبتسلكت الفايل وترفع الفيديو عادي جدا، وبيجيب لك السمري ملخص عن اخر 28 يوم، المفروض انت خدت كام فيو واتشافت كام، او الفيديو بتاعتك خدت كام مشاهدة كوقت، تمام، والتوب فيديوز في اخر 48 ساعة، تمام. وبيكون ليها لينك تاني بيوديك على الاناليسيس بتاعت التشانل نفسها. طيب هنا بيقول لك بيديك هنا تفاصيل، لو انت محتاج تتعلم اكتر، تعرف تفاصيل اكتر، الابديتس، الكلام ده كله. وهنا لو انت محتاج تعرف انفو مختلفه او اكتر عن الاستوديو او الداشبورد بتاعت الاستوديو بتاعتك، بتاعت القناه اللي انت شغال عليها، تمام. طيب ده كده الجزء اللي انت هتشوفه. طيب خلي بالك بقى، لو انت التو تولز اللي احنا او التولز اللي احنا اتفقنا عليها هتلاقيهم دايما معاك في كل حته تدخلها في اليوتيوب، هتلاقي ايه التولز دي موجوده معاك. طيب بعد كده عندك الجزء بتاع الكونتنت، الجزء بتاع الكونتنت. الكونتنت هنا الجزء بتاع الفيديوز اللي انت رفعتها، او الفيديوز اللي انت لسه بترفعها، او الفيديوز اللي انت حاططها بس لسه سكادول، او الفيديوز اللي انت حاططها وهي اوريدي معمول لها بوبليش وشغاله وموجوده على الشانل بتاعتك والناس بتشوفها عادي. هنا بيجيب لك الفيديو نفسه، تمام، وبيجيب لك لو انت محتاج هتعمل تشوف الديتيلز بتاعته او تعمل اديت، او لو انت عايز تتفرج على الفيديو على اليوتيوب نفسه، تفتح كانك انت مستخدم عادي جدا بيتفرج على اليوتيوب. والاوبشنز الثانيه دي لو انت محتاج تديليت الفيديو، لو انت رفعت فيديو محتاج تعمل له ديليت او تعمل له داونلود، او ان انت محتاج تشير السكرين بتاعته او تعمل له بروموشن، طبعا لازم تكون رابطه بجوجل ادز. وبتشتغل على الجزء لو انت محتاج تعمل اديت في الديسكريبشن. هنا بيقول لك باختصار الاكتر الايدز اللي انت ممكن تحتاجها في شكل سريع او بشكل اسرع عليك ومبسط. هنا طبعا بيجيب لك حاله الفيديو نفسه، حالته هل هو في الدرافت ولا سكادول، ولا هو معمول له بابليش، ولا هو برايفت، ولا ايه بالظبط، تمام، والريزلت بتاعته وكام فيو وجا عليه كام كومنت، تمام. ده كده الجزء بتاع الجزء بتاع الداشبورد، الجزء بتاع الكونتنت. وعندك هنا لو انت محتاج تعمل بلاي ليست، يعني مثلا احنا عاملين مجموعه فيديوهات بتتكلم عن اليوتيوب، فوالله اقول له انا محتاج ان انا اعمل لهم بلاي ليست واسميها اليوتيوب، تمام كده. خلاص، واقول له والله انا محتاج الليست دي تبقى بابليك اي حد يشوفها، ولا تبقى برايفت، ولا تبقى انستايد و ما تتشافش دلوقتي، او ما تبقاش موجوده دلوقتي، تمام. وبتعمل والله انا محتاج اعملها برايفت دلوقتي واعمل لها كرييت وخلاص. انا بقى ايه، يبقى انا بقول له والله انا محتاج اضيف الفيديو ده جوه الكاتيجوري ده، او جوه البلاي ليست بتاعت ايه اليوتيوب، تمام. ممكن مع الوقت الغيها وهي ما بتبقاش موجوده جوه اي بلاي ليست عادي جدا، وبعد كده اي بلاي ليست هتعملها هتكون موجوده. طيب الجزء بتاع كده اللي لو انت محتاج بقى تعمل داونلود او تعمل له ديليت زي ما هو ايه متحدد هنا كده، او زي ما هو موجود هنا. وطبعا التول بتاعتنا الجميله اللي احنا ضايفينها، وبتجيب لك هنا الحاجات اللي انت كل اللي انت ممكن تستخدمه،
تمام، والحاجات اللي انت ممكن ايه ما تستخدمهاش، على حسب بقى انت داخل بيد ولا داخل اورجانيك عادي من غير فلوس، وجايبك هنا التفاصيل اللي انت ممكن ايه تستخدمها. طيب الجزء بعد كده بتاع البلاي ليست، انت عندك بلاي ليست ولا مش عندك بلاي ليست؟ هل انت عامل بلاي ليست انت مجموعات يعني احنا شغالين فيديو، مجموعة فيديوهات يوتيوب، مجموعة فيديوهات مجموعة فيديوهات لل اليوتيوب، ومجموعة فيديوهات مثلا للفيسبوك؟ فوالله لا، انا محتاج اكريت حاجة مثلا للفيسبوك خلاص، ومحتاجها برضو مثلا برايفت تمام، او بعمل لها كرييت خلاص. البلاي ليست بتنزل عندي، دي البلاي ليست اللي احنا كنا عاملينها بتاعت اليوتيوب، واللي فوق دي اللي احنا لسه عاملينها كرييت بتاعت فيسبوك. وهنا الحالة بتاعت البلاي ليست دي، هل برايفت ولا لا، واللاست ابديت بتاعها كان امتى تمام، والتفاصيل بتاعت الفيديو والريزلت بتاعته. بعد كده عندك الجزء بتاع الاناليسز، الجزء بتاع الاناليسز، فانت في الاناليسز دي بيبان لك كل حاجة عن التشانل نفسها، تشانل عليها كام فيوز، كام الوقت، عدد المشاهدات كوقت بتاعت على الفيديو، وكام سبسكرايب تمام. طيب عندك الجزء بتاع هنا ممكن بعد ما تدوس السي مور تجيب كل الديتيلز والانفورميشن اللي انت ممكن تحتاجها واللي مش ممكن تحتاجها من خلال الداشبورد دي. طبعا هنا بيجيب لك كل التفاصيل، ممكن تأديت في الوقت، انا والله محتاج اللوست 28 ولا محتاج اخر 90 يوم مثلا، اخر السنه ليفت تايم، اي سنه اي شهر زي ما انت عايز، ممكن تعمل كاستم كمان وتحدد اي وقت انت محتاج تجيب فيه الاناليسز عشان تطلع الاناليسز والريبورت بتاعك بشكل مبسط. طيب بعد كده عندك هنا الترافيك، انت عندك السكور، عندك ترافيك قد ايه، عندك هنا الجغرافي من دول ايه او من اماكن ايه، وعندك السن، وطبعا الاناليسز اللي احنا عارفينها بتاعت اي بلاتفورم، الاناليسز والسن والجنتر والديت، هنا البلاي ليست طبعا الاناليسز بتاعتها اني افضل، وطبعا كل الديتيلز دي كلها بتاعت الاناليسز تبتدي تاخدها كده حاجه في حاجه، وتبتدي تشوف كل واحده منهم بتتكلم عن ايه. الاجزاء دي طبعا مهمه، هل الان سكرين بتاعتك مظبوطه، الصوره النهائيه اللي احنا بنحطها للفيديو ولا الصوره الاخيره. خلينا نروح لجزء الاناليسز ده بتفاصيل اكتر بعد ما ايه نجرب كده نرفع فيديو ونشوف التفاصيل بتاعته تمام. طيب طيب خلاص، ده الجزء بتاع الاناليسز. طبعا هنا بيجيب لك الريتش والانجيجمنت والاودينس، انت الاودينس بتاعتك تفاصيلهم ايه، والانجيجمنت بتاعك عامل ايه، والريتش عندك عامل ايه. طيب الكومنتس، انت هنا عندك كومنتس ولا لا، والكومنتس دي تفاصيلها ايه، من اني فيديو والتفاصيل بتاعتها، والاجزاء طبعا السبتايتل والكوبرايت لو انت في حاجه كاتبها كوبرايت، والجزء بتاع الكاستم، الكستمايزيشن ده مهم جدا جدا، هو اللي بيشتغل مش على فيديو واحد، وبيشتغل على التشانل نفسها. طبعا عندك هنا الجزء بتاع الفيديوز، هنا بيتكلم على التشانل تمام. لو انت اول تعالوا كده مثلا، لو احنا فتحنا التشانل دي هتلاقي هنا فيديو، الفيديو ده في المقدمة، الفيديو ده في المقدمة، الفيديو ده بيقول لك والله انت محتاج تاخد بريف سريع واكتر عن التشانل دي وبنعمل ايه، او افضل فيديو بالنسبة لك محتاج الناس تشوفه عشان تعرفه اكتر، بتحطه هنا. طبعا هتحطه هنا ازاي، وهيظهر لك ازاي، من خلال التول دي، بتضيف اد وبتضيف فيديو من الفيديوز اللي انت حاططها اصلا على التشانل نفسها تمام. طيب تعالوا كده بعد كده نشوف لو انت عندك حاجات مختلفة برضو الجزء ده بتاع الفيديو، تفاصيل الفيديو لو انت محتاج تصدر فيديو للناس بشكل او باخر علشان الناس تكون عارفاك اكتر. انا بس مش عايز اخش في تفاصيل في الحتة دي دلوقتي الا لما نرفع فيديو عشان تكونوا، بس انا محتاج افهمكم الداشبورد دي. طبعا هنا دي زي فيسبوك بالظبط، ميوزك ممكن تستخدمها فري ريسورس، بحيث ان انت
لو محتاج ميوزيكلي الشغل بتاعك. وطبعا دي الحاجات بتاعت التولز هنا بتجيب لك الكومباتيتور لو انت الكومباتيتور بتاعك، بس طبعا هي فيها جزء بعيد. بتشوف الكومباتيتور بتوعك التفاصيل بتوعهم والفيديوز بتاعتهم جايبة ايه، التفاصيل بتاعتها فيها ايه، وكل المعلومات اللي انت محتاج توصل لها. بعد كده بتيجي بقى تشوف الادوات بتاعت التولز دي كلها. طيب تعالوا كده مثلا نشوف دي طبعا التولز، تمام، هتلاقي فيها حاجات مختلفة. عايزكم تخشوها زي ما بعتها لكم كده وتقلبوا فيها، هتلاقوا في حاجات كتير جدا، بس مش عايزين نخش في كل حاجة بتفاصيلها علشان الوقت ما ياخدناش. انتوا لو خدتوا البيزكس دي ومشيتوا وراها خلاص، انت بالنسبة لك مش هتحتاجها تاني. والافضل الافضل الافضل ان انت تدوس بايدك وتجرب، تعرف البيز وتمشي وراه، تعرف البيزكس وتمشي وراها. طيب تعالى كده لو احنا مثلا جينا هنا وقلنا احنا محتاجين والله نعمل ابلود لفيديو، احنا محتاجين نرفع فيديو، زي ما قلنا هندوس هنا ابلود ونسلكت الفايل، هيفتح لنا ونختار الفايل، هيفتح لنا البورد دي، هيفتح لنا البورد دي. طب البورد دي فيها ايه او التفاصيل دي فيها ايه؟ كده هنبتدي احنا رفعنا الفيديو وهنبتدي نشوف الفيديو ده التفاصيل بتاعته ايه. انا دلوقتي محتاج الفيديو ده يظهر للناس، هيظهر للناس ازاي واشتغل على الفيديو ازاي. اول حاجة اول حاجة حد هنا معاه بروجكت معين ننفذ عليه علشان الدنيا بالنسبة لكم تبقى ستيبل اكتر، ولا اقول انا بروجكت من عندي او افتراضي حتى؟ اللي عايز يجو اون اوكي يفتح المايك ويخش معايا. هو تقريبا الصوت بيوصل متأخر. اوكي طيب خلاص مش هدخل انا من الفيديوز، من هشتغل انا من خلال بروجكت من عندي لو مفيش حد دخل. تمام طيب انتوا سامعيني الصوت؟ تمام الناس اللي بتتكلم في الشات سامعيني الدنيا تمام؟ اه تمام اوكي طيب خلاص اوكي خلينا كده ندخل هنا. والله انا دلوقتي مثلا لو انا الفيديو بتاعي بيتكلم مثلا عن جزء مثلا الماركتينج، فانا محتاج اكتب تايتل يكون كويس جدا علشان يشد الناس. طيب خلينا نكتب مثلا مثلا ماركتينج كورس تمام خلاص. طيب انا الماكسيمم هنا عندي، الماكسيمم عندي ان انا اكتب 100، ان انا اكتب 100 حرف تمام، علشان ايه تكونوا برضو عارفين. تمام طيب انا الافضل هنا في التايتل، الافضل هنا في التايتل ان انا احط حاجه تشد الناس، انا محتاج احط حاجه تشد الناس تمام. فانا ممكن مثلا لو انا الفيديو بتاعي بيتكلم عن مثلا خلينا نقول مثلا اليوتيوب تمام، خلينا نقول مثلا 3 tools in مثلا اليوتيوب اليوتيوب. طيب خلينا بدل ال 3 نقول the best مثلا 3 tools مثلا يوتيوب تمام. طيب خلينا نقول ان ده التايتل حلو، انا بقول له والله دي افضل تولز تمام في اليوتيوب، وبدخل جوه اشرح له افضل 3 تولز او افضل 3 ادوات تمام. ليلى طيب ليلى كانت بتقول نشتغل على حاجه اساس
ومفروشات. طيب بتقدري بقى تساعديني ان عشان نجيب انفورميشن اكتر عن البروجكت بتاعك؟ لو كده لو هتقدري تفتحي المايك وتقولي لي الانفورميشن عشان نكتب تايتل كويس، يبقى اوكي تمام. لان لازم طبعا وانا بكتب عن فيديو لازم اكون عارف انا بكتب عن ايه. تمام. طيب الديسكريبشن بقى. تمام، خلينا في الجزء الديسكريبشن. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازيك يا ليلى، عامله ايه؟ الحمد لله. هو البروجكت اساسا هي شركه سعوديه بتنتج اسره ومفروشات، حلو، وبتنتج لباد، وبتنتج يعني هي مختصه كل ما يعني جوه البيت، يعني يعتبر كل حاجه جوه البيت كاساس، حلو كراسي مثلا زي اي حاجه فرنيتشر يعني. بالظبط. فهي الفكره ان احنا يعني الشانل بتاعتها يعني انا عايزه اعمل فروم يعني فروم سكراتشنج، ان انا ارفع كل حاجه بحيث ان انا اظهر البراند، وبرده ان ده يأدي شويه ان انا اعمل مبيعات، بس اكتب ديسكريبشن يشوق الناس ان هم يتفرجوا على البرودكت ويشوفوها، لان بيبقى في مشكله ان الناس عشان في حظر دلوقتي ان يشوفوا البرودكت على الحقيقه. ايوه صح. من الفكره ان انا اعمل بروموتنج، ان انا اعمل لايف من جوه المعارض وارفع الحاجات دي على اليوتيوب، وفي نفس الوقت برضو اعمل فيديوز وارفعها على اليوتيوب. تمام، كان حلو هو جدا. بيبقى معنى طيب هم يشوفوا البرودكت الحقيقي. طيب هقول لك بقى على حاجه، هنبتدي كده بشكل كويس. لو حد من الكلاينت المفروض ان هو هيشتغل على ايه، هيشتغل على هيشتري البرودكت ده، هيسيرش على ايه او بيسال على ايه؟ اهم الاسئله اللي بيسالها او اهم سؤال بيساله لو هو هيدخل مثلا. تعالي بس كده نعمل الاول الجزء بتاع الاس بي دلوقتي. لو احنا اللي هيجي يشتري مثلا، تعالي كده نفترض ان هو عروسه، حلو، والعروسه دي محتاجه ان هي تفرش بيتها او بتدور على اساس. تمام. طيب لما هي دي بقى هنعتبر ان دي التارجت اللي احنا بنشتغل عليه، المفروض دي لما تيجي تسال هتسال على ايه؟ لو هي مثلا محتاجه برضو، خلينا نعمل بوزيشن، محتاجه تجيب حاجه مثلا نيش مثلا، الحاجه المصريه الابديه يعني، او مثلا هتجيب صالون، المفروض بتسال على ايه؟ بس هما بيسألوا دايما عن السرير مثلا، هو بيتكلم عن السرير مثلا والمرتبة مثلا بتكون عاملة ازاي، يعني بيبقى كام سنتي، وبيسألوا دايما عن المفارش سواء كانت نفر ولا نفرين او نفر ونص. المفارش مفر او نفرين؟ ايوه يعني. يعني طب ثانية واحدة كده، يعني انا اكتب ايه دلوقتي هنا في السيرش؟ مثلا سرير مثلا، هو هيكتب سرير؟ هم بيسألوا عن السرير. طيب طب خلينا نقول مثلا سرير نوم مثلا، احنا محتاجين حاجة مثلا حوالي 4 كلمات مثلا ممكن. اوكي للعرائس مثلا. هو ممكن، بس يعني هما دايما بيسألوا الحاجات دي، ما بيسألوش على حاجة تانية. خلاص ماشي، خلينا نشوف مثلا، نشوف مثلا سرير نوم للعروس مثلا. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيجي او الناس اصلا بتسيرش على ايه. تمام. طيب تعالي مثلا ننزل هنا كده 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 كده، اهي التول بتاعتنا اهي. تمام. في بقى الناس بتسيرش على سرير مودرن 2020 وسرير غرفة نوم، وغرفة نوم تصميم سرير نوم خشب، غرفة نوم عرايس كاملة، سرير مودرن خشب. تمام. خلينا نشوف الجزء بتاع غرفة نوم عرايس كاملة، اعتقد ان دي حاجة. تمام. لو احنا بقى ايه، هي ريليتد جدا، هو ممكن فعلا حد بيجي ساعات يسأل على الاوضه كامله بكام. طيب تعالي كده مثلا، حلو جدا، تعالي بقى مثلا نكتب هنا فين الشانل. تمام. غرفه، لا ثانيه كده، هو كاتبها مكتوبه ازاي بالظبط؟ غرفه نوم عرايس كامله. خلينا مثلا نكتب هنا فين فين فين. طيب غرفه نوم عرائس كاملة. طيب هل احنا هنا بنلعب على فاليو معينة، سعر او كواليتي او حاجة؟ هي مش يعني السعر معقول بس او اغلى شوية من المنافسين، لكن الكواليتي بتاعتنا عالية. طيب خلينا نقول مثلا
عرائس كاملة. تمام، أفضل أفضل غرفة نوم عرائس كاملة مثلا، خلينا نقول 20 21. تمام، تعالي كده نشوف برضو إيه عرائس. طيب هل المودرن ده نوع عندكم بتشتغلوا؟ مدير، بس مش قوي يعني، مش من الرائج، طيب من الحاجات الرائجة عندي. طيب خلينا نقول فين احنا كنا شغالين. خلينا نقول، طيب خلينا نقول افضل سرير لغرفة نوم، افضل سرير تمرين يعني ممكن افضل سرير لغرفة نوم. بص هنعمل كده مثلا افضل غرفة نوم عرائس كاملة. حلو، حلو، تمام جدا كده. طيب كده احنا بقينا ريليتد، وفي نفس الوقت جبنا حاجة كويسة. والفيديو طبعا لازم يكون جايب غرفة نوم لعرائس كاملة، وتكون حاجة بيرفكت، حاجة كويسة. خلينا بقى نحط، نجيب الكلام ده هنا كده تمام، ونقول افضل غرفة نوم تمام. نكتب بقى المواصفات. تعالي مثلا نكتب هنا أول حاجة قطع الغرفة تمام، ونقول واحد سرير مثلا، اتنين ممكن سرير مثلا تمتين مثلا، مفرش مثلا منجد او مثلا مطرز، مفرش مطرز. منجد أو مطرز. بص أنا عايز الألفاظ اللي سوري يعني في الكلمه، ان الست اللي بتيجي تسال بتقولها بالظبط تيبيكال. ماشي، مفرش مطرز، ثلاثه إيه، لباد، لباد مثلا، لباد 14 سنتي 10 15. 14 لباد كده صح؟ إيه لباد، صح. تمام، انا كده قربت الدنيا شويه. تمام، وهبتدي بقى ايه، احط بقى ايه بقيه الايه الديتيلز بتاعتي كلها. تمام، الغرفة بقيه يعني الغرفه مرتبة بقى. منتج. تمام، تمام، طيب خلاص انا حطيت التفاصيل بتاعتي. تعالي بقى مثلا نحط تفاصيل تانية. دي القطع. تمام، نكتب هنا في الديسكريبشن بقى. تمام، حاجات هنا الديسكريبشن ممكن يكون قطعه، وممكن يكون زي نقط زي ما احنا كاتبين كده. يعني ممكن الناس تكتب قطعة كاملة على بعضها، وممكن تكتب نقط، بس طبعا النقط بتكون أفضل وأقرب يعني. تمام، طيب الجزء اللي بعد كده تعالي نكتب إيه تاني هما مهتمين بيه جوه الغرفة غير القطع وإن هو كواليتي مثلا. يعني أنا أكتب إيه أثبت لهم إن هو كواليتي؟ يعني هما دايما بيدوروا على الكواليتي العالية اللي هي البريميوم، بس دايما بيدوروا على العروض والخصومات. يعني دايما بيسألوا بعد كل سؤال ده، في خصومات، في عروض دلوقتي حاليا، تمام. ودي طيب من الحاجات المهمة. طيب افضل غرف نوم عرائس كاملة. طيب خلينا نشوف الناس اللي بتدور على افضل، ونخلي موضوع الخصومات لفيديو تاني، علشان اللي بيدور على حاجة اكيد هو محتاج خصم، بس في حد بيدور على غرفة نوم. تمام، فاحنا ممكن ندي له نوت تحت. تمام، ونكتب له مثلا في حالة الشراء تمام والدفع الكاش مثلا تحصل على خصم، هنقول مثلا 15%. تمام. هو بص، هو في يعني احنا دايما بنكتب في حالة الشراء، يمكن الشراء مثلا من المعرض او من المتجر تمام، الالكتروني. في حالة الشراء من المعرض من او من المعرض، يمكن الشراء من المعرض
او المتجر الالكتروني. ماشي، في حالة الشراء من معرض او المتجر الالكتروني مثلا بإمكانك الحصول على خصومات بتصل إلى 50%. تصل إلى 50%. بص، هو في المتجر الإلكتروني بيكون بحد أقصى 100 ريال. تمام. خلينا نرجع كده عشان نشوف. تمام. طيب خلينا بقى نحط نظبط بقى الفيديو بتاعنا كده. تمام، ننزل تحت. تمام. هقول لك ايه تاني بيشتري مع غرفة النوم، ايه تاني هو بيكون مهتم بعد غرفة النوم؟ بص، في مثلا منهم بيشتري كراسي زي كرسي مثلا بولو امريكان وفيرجاتشي، وفي منهم بيشتري حاجة اسمها عطر او زي معطر لأوضة النوم، تمام، زي عطر معين كده. طيب خلينا نجيب بقى فيديو تاني، تمام، يكون بيتكلم عن ريليتد بالحاجات اللي موجودة في الفيديو ده، ونحط له اللينك بتاعه. تمام ماشي، هنحط له هنا الرابط. حلو، عشان طبعا ايه، لو هو interested او الدنيا بالنسبة له تمام تمام ممكن ايه، او قرا الديسكريبشن يقدر يدخل يشوف حاجات تانية. تمام، ونقول له بقى ايه التواصل والحجز الان. خلينا واكتب له بقى ايه الرقم عادي. تمام، وفي الاخر بقى ايه بحط له طبعا الويب سايت، غير طبعا الويب سايت محطوط. تمام، الويب سايت ولا اللاندنج بيج بتاعت البرودكتس؟ الويب سايت تمام باللاندنج بيج نفسها، يعني احط الويب سايت باللاندنج بيج، يعني لما انا احط له لاندنج بيج اوريدي هتكونفرجن على الويب سايت، لما انا احط له الويب سايت اوريدي هيخش على الجزء بتاع البرودكت. لكن في حاجه مهمه، لو انا هحط له اللينك بتاع الويب سايت ويخش على الويب سايت دايركت، لازم يخش في الويب سايت يلاقي دايركت بانر يوضح له الكلام اللي انا بقوله ويديله مصداقيه ان انا بتكلم صح. يعني مثلا كاتب له هنا خصومات الجمله دي لازم احطها بانر في وش الويب سايت، يخش يلاقي الجمله في وشه فيعرف ان انا بتكلم صح. تمام. طب لو انا مش هحط له دي، لا انا عادي جدا بحطه على اللاندنج بيج. تمام، وطبعا ايه بتكلم بقى ايه في الهاشتاجز بتاعتي. تمام، نحط ايه هاشتاجز مثلا بيتكلموا فيها. تعالى ايه، هما دايما احنا ماشيين بهاشتاج اسمه صناعة في السعودية او صناعة وطنية، وهاشتاج مفرش نفرين، دي من كلمات البحث اللي هما كتير بيدوروا عليها. حلو، صناعة ايه؟ وطنية او صناعة في السعودية. وطنية. صناعة في السعودية. تمام، ونكمل بقية الهاشتاجات بتاعتنا عادي جدا. تمام، ده كده يبقى انا بنيت التايتل وبنيت الديسكريبشن بتاعي. تمام، في حاجه بقى مهمه جدا جدا، لازم ادخل اشوف الناس الكومبيتيتور بتوعي او الناس الكومبيتيتور بيكتبوا ايه في الديسكريبشن، والتفاصيل بتاعت الديسكريبشن بتاعتهم ايه، يعني هم حاطين ارقام معينه، حاطين تفاصيل، حاطين خصم مثلا 60% وانا حاطط 50%، التفاصيل دي كلها شغالين اي سي او ولا لا، السكور بتاعهم عامل ايه، تعرفي اسم قناة معينة شغالة ب في قناة اسمها كيرزي ليرن، كيرزي ليرن تقريبا، بس ممكن اكتب انت ممكن تبعتيها في الشات ونشوفها. ايه
كيرزي ليرن صح؟ اسمها كيرزي ليرن. اسمها كيرزي ليرن معايا ولا يا ليلى؟ مش عارف ليلى معانا ولا كيرزي ليرن. انا بقى كنت بكتبها لحضرتك. ان نفس الاسم كده. بالظبط هي دي. هي دي اللي هي اوكي تمام كيرتسن. ايوه حلو جدا تمام اوكي. بص بقى هم هنا منزلين حاطين فيديو اساسي تمام عشان اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، عشان اللي يخش البيج يتعرف عليهم على طول او ياخد امبريشن على طول. التفاصيل بقى بتاعتهم اهي تمام. الدنيا بتاعتهم على فكره عاديه، اليوتيوب بتاعهم يعني ما يخوفش في المنافسة يعني، عاديين مش حاجة، ما عندهمش ريزلت باينة يعني تمام. تعالي نخش مثلا على الجزء بتاع الفيديو ده كده ونشوف التفاصيل بتاعتهم ايه بالظبط تمام. هو ده الفيديو بتاعهم تمام. السكور بتاعهم دي الحاجات اللي هم حاطينها، الكيوردز حاطين التسوق والسعودية، الحفا، مفروشات، انترنت، كيرز ليرن، الرياض، جدة، مجانا، قطن، كلمات كلها يعني كلمات كلها عادية جدا، والكومنتس اللي عندهم مرفوعة يعني كله يا رب يا رب، ما فيش حاجة يعني تمام. السكور بتاعهم 55 يعني، المعايير بالنسبة لهم كلها مش تمام تمام طبعا، مع احترامي كامل للناس يعني، بس احنا انا بنشتغل عادي. السكور بتاعهم 63 كتوتال سكور. طب يعني هو معاكي منافس، ما فيش منه اي خوف يعني، انتي اصلا شغلك هيكون فارق في الجزء ده يعني. تمام. فهو تعالي كده بس نشوف الديسكريبشن اللي هو بيحطه تمام. حطت اللينك بتاع التشانل فيسبوك وتويتر، و حطت تسوق منتجاتنا من على صفحات التالية وخلاص، مفيش اي حاجة. فانت بالنسبة لك كده زي الفل تمام جدا يعني، مفيش اي حاجة. ممكن بقى ايه، احنا الحاجة الوحيدة اللي هنضيفها السوشيال ميديا هنا تمام. دخلنا عند المنافس، فات بحاجة مثلا، نحط تويتر، نحط مثلا سناب شات، وفي عندنا سناب شات وتيك توك و سناب وانستجرام تمام. طبعا من جوه هنربط الكلام ده باليوتيوب يعني تمام، وانستا خلاص. بس كده انت بالنسبه لك الدنيا تمام جدا تمام. الجزء بقى المهم جدا 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 اللي احنا كنا بنتكلم عليه بعد ما خدنا الجزء بتاع التايتل والديسكريبشن، الجزء بتاع الصور نفسها. احنا نرفع صورة، بندوس ان احنا محتاجين نرفع الصورة تمام. تمام اوكي، عشان انا مش عامل فايل للرقم على نفس الاكونت ده، فاحنا المفروض بنرفع صورة عادي تمام. بنيجي هنا ونرفع صورة، فالصورة المفروض هنا بتظهر في الشكل التالي هنا تمام. دي برضو حاجة مهمة جدا جدا تمام، ان احنا لازم نسلكت صورة ونرفعها تمام. طيب تعالوا بقى الجزء اللي بعد كده تمام. بنسلكت البلاي ليست اللي احنا كنا المفروض عملناها، مفيش بلاي ليست عملناها، عشان الفيديو ده انا رفعته عشان نستغل الوقت قبل ما نعمل البلاي ليست. فاحنا ممكن ايه نعمل بلاي ليست مثلا،
طبعا هنشوف مثلا نكتب ايه منتجاتنا، منتجات اسمه مثلا in-house ايه الاسم ايه in-house in-house. in-house in-house ماشي، والبلاي public مثلا طبعا هتخلوها public عادي وتعملوا create. بعد كده اهو دي الحاجات اللي احنا كنا حاطينها، البلاي ليست اللي احنا كنا عاملينها من شويه، تمام، وبضيفها في منتجات ان هاوس وخلاص، تمام. بعد كده هل انا عامل المحتوى ده للكيدز ولا لا؟ لا هو مش للكيدز، عادي جدا، تمام. بعد كده بدوس ان انا مش شغاله بروموشن دلوقتي. جينا بقى للجزء الاهم هنا، الجزء بتاع التاجز، الجزء بتاع التاجز. اول حاجه كده، اول حاجه باجي هنا احنا شفنا المنافسين، لقينا اصلا الكيوردز بتاعتهم في الضياع خالص. تعالي نشوف الكيوردز اللي هتطلع علينا. ممكن لو هم الكيوردز بتاعتهم تمام، ببتدي اخد كوبي كده، تمام، واخد كوبي بنفس الشكل ده، واروح عندي في الجزء بتاع الشانل وادوس واحط بيست كل كده الكيوردز اللي عندي المنافس بقت عندي، تمام. طيب تعالي مثلا ندخل كده، ده الجزء بتاعهم برضه مفيش اي كيوردز. تعالي مثلا نكتب حاجة معينة نسيرش بيها. تعالي مثلا ناخد الجزء بتاع فين التايتل، الناس اللي هتشوف هتعمل سيرش على الكلام ده على اليوتيوب، تمام، ده الكلام اللي هيوصل له، تمام. طيب الكيوردز نفسها اهي، تمام، دي الكيوردز نفسها، بس عايزين نشوف دي الريليتد كيوردز، تمام. احنا خلينا ثانية كده نشيل حاجة، خلينا نروح نشيل 2020 ونشوف هيجيب لنا ايه، تمام. افضل غرفة نوم عرائس 2020، تمام، هيجيب لي والله هنا بيقول لي الافريج بتاعك السبسكرايب التفاصيل دي كلها. وهنا خلينا بقى نقول دي الكيوردز والليفلز بتاعتها، تمام، بيجيب لي منهم 3 وباخدهم كوبي، تمام، وبروح علشان دي الحاجات الريليتد اللي هي كويسه في المجال بتاعي او في الاندستري اللي انا شغال فيها، تمام، وابتدي احطها، تمام. بعد كده باجي اشوف هنا برضو دي كيوردز بالنسبه لي، ببتدي اقول له والله الكيوردز دي انا برضو محتاجه كوبي كده. انا بقى بحاول كل اللي هيوصل لاي حته من الكيوردز دي هيلاقيني فيها. طيب ده حد شغال اد موبيليات ابناء كشك، تمام، شغال اد. تعالي كده نشوف هو عامل ايه. شكرا كده وافصل اللي احسن. بص هنا كاتب في الجزء بتاعه غرف نوم مودرن. على فكرة كلمة مودرن دي تقريبا فارقة معاكوا يعني او هتفرق معاكوا يعني، تمام. كاتب ركنة وصالون والكلام ده كله، تمام، باخد الكلام ده كوبي، تمام، خلاص، وببتدي اشتغل على التاكس دي. فين الشانل اللي احنا شغالين عليه معايا يا ليلى؟ انا حضرتك، تمام. وابتدي ايه احط الكيوردز دي وابتدي اشوف دي الكيوردز اللي موجوده في السوق او اللي موجوده في الاندستري بتاعتي، تمام. ببتدي ايه اشتغل عليها وابتدي اشوف هل السكور بتاعها كويس ولا لا. تعالي هنا بص كده السكور بتاعي بقى عامل ازاي، 48.7 من 50، ده السكور بتاعي بتاع الاي سي او، تمام.
ده السكور 48.7 من 50. تمام، بشوف الفيو اول تمام، واقول لي ويقول لي والله دي الحاجات اللي انت عملتها والحاجات اللي انت ما عملتهاش. انت ضايف ضفتهم للبلاي ليست بس لسه ما عدتش بقيت الحاجات دي من 6 حاجات. الجزء بتاعك اللي انت شغال عليه كاس اي او كويس جدا، شغال جايب 48.7 من 50. عندك بس الحاجات دي كلها، عندك التاج فاليو هي اللي محتاجه تعلى شويه، فمحتاجه تجيب كلمات اعلى تجيب شغل اعلى، وانت لسه معاكي من 258 ل 500 كلمه تقدر تشتغل عليهم وتدي فيها بيزد على السيرش بتاع الناس والتفاصيل بتاعت الناس. تمام، طبعا تمام. بقى بتكملي بقى الكيوردز بتاعتك عادي جدا وبتشوفي بقيه تفاصيل الكيوردز. التول التانية برضو مهمة جدا اللي هي التي بي. تمام، غير بقى كده استخدمنا تول. تمام، ادي التول التانية غرف نوم مودرن، برضو كلمة مودرن مهمة جدا. I think ان دي حاجة يعني لازم تفكري فيها يعني. فبدوس كده غرفة نوم مودرن، خلاص ضفتها، وبقول له والله ارض نوم ضفتها. طبعا الحاجات اللي انا بدوس عليها هنا بتضاف، يعني هنا ارض نوم والحاجات دي اتضافت. لو انا دوست مثلا على كلمة غرفة نوم اهي هتلاقيها اضافت، ولو انا كاتبها مش بتضاف، خلاص بتبقى هي ايه اوريدي متضافه. تمام، بنزل تحت بقول له والله خلاص اللانجوج، اللانجوج بتاعتي عربي. تمام، وبكمل ريكوردنج لوكيشن لو انا محتاج احدد لوكيشن، وبشوف والله اي حد ممكن يشوف الفيديو ده عادي جدا مفيش اي مشكله، وبكمل الفيديو عادي بتاعي. وبشوف انا ايه في تفاصيل هنا اصلا عشان الشانل مش كامله. تمام، هنا بصوا بدا يعلم لي على الحاجات اللي انا بعملها، الحاجات اللي انا ايه ما بعملهاش. اتعمل 2 من 6. تمام، خلاص بعد كده خلصت الجزء بتاع الديتيلز، بدوس نيكست. تمام، هنا بقى بيقول لي ان انت محتاج ايه تعمل اد للكارد. تمام، انت مش ضايف ايه الكارد، الكارد ده اللي احنا قلنا عليه العلامه دي، بدوس اد. تمام، ومن خلاله ببتدي اختار انت محتاج تضيف ايه بالظبط في الكارد. هنا تعالوا كده مثلا نشوف، والله انا محتاج اضيف فيديو. تمام، طبعا هنا عشان ما فيش فيديوز في القناه تاني، فانا ممكن ايه اختار بلاي ليست، هيجيب لي كل البلاي ليست اللي عندي، والله اقول له انا محتاج اللي يشوف المنتجات بعد ما يشوفها يبص على الاسعار. فممكن اعمل بلاي ليست تانيه واقول له بص على الاسعار، عشان هو شغال وبيتفرج هيفكر طب هي الحاجه اللي انا بشتريها دي او اللي انا بشوفها دي كواليتي جامده جدا بكام. طبعا دي تاني حاجه بيسال عليها، فلنفترض ان ده البلاي ليست بتاع بكام او الاسعار. تمام، وايه وبروح حاططها له وبضيف له عليها تفاصيل عادي جدا، وهتظهر هنا زي ما هو باين. تمام، سجست هنا كده، ولو انا محتاج اضيف اي كورد تاني بضيفها تشانل مثلا، اقول له مثلا ممكن يشوف لو انا عندي تشانل تانيه مثلا بتاع براند تبعي بضيفها. تمام، وبقول له والله سيف. تمام، خلاص اتضافت. تمام، دي حاجات بتعلي جدا. تمام، بعد كده بكمل عادي، مفيش هنا الكوبي مفيش. تمام، وبعد كده بدوس بقى هنا هل انا محتاج الفيديو ده ينزل برايفت ولا ينزل بوبليك ولا ينزل لاي حد مثلا يشوفه في الفيديو عادي، وببتدي والله انا اللي محتاج اعمل له سكادول ولا ايه بالظبط. تمام، هنا الناس مثلا اللي هتسيرش عني تشوف ايه بالظبط. تمام، خلينا مثلا نقول مثلا الجزء ده. تمام، وبعد كده بعمل ايه، بدوس خلاص انا الفيديو بتاعي بقى تمام، وده اللينك بتاعه ودي التايتل بتاعته والتفاصيل بتاعته والسكور الجميل قوي بتاعه. تمام، احنا دوسنا برايفت، بقول له والله سيف. طبعا وانتوا شغالين هتقعدوا على الشغل اكتر من كده، هتفضلوا تشتغلوا على الفيديو لحد ما تطلعوا كل الان ديتيلز اللي فيه. تمام، كل التفاصيل اللي انتوا محتاجين تطلعوه فيها. وبعد كده خلاص بروح الكونتنت. تمام، المفروض ايه الاقي الفيديو ينزل هنا. خلاص الفيديو هنا نزل بتاعي، لو انا مثلا ممكن اعمل تشيك كده واشوف التفاصيل بتاعته هتبقى ايه بالظبط. تمام، ده هنا الفيديو. تمام، ده الهاشتاج اللي احنا حطيناه. تمام، صناعة وطنية
افضل غرفة اتنين ده التايتل بتاعي عادي جدا تمام، وبدوس السي مور الحاجات اللي احنا حطيناها الكلام مظبوط الدنيا مظبوطة تمام. السكور بتاعي التفاصيل تعالي كده نشوف، والله انا السكور هنا بتاعي كاس اي او 60، فانا هبتدي اروح على الفيديو اديت لحد ما اعدل واطلع حاجة كويسة تمام، وابتدي اشوف التفاصيل بتاعتي قال انا ايه الحاجات اللي ناقصاني. طبعا في هنا حاجات احنا محتاجين نظبطها اكتر في القناة نفسها، عشان القناة برضو محتاجة تعلى شوية، محتاجين نضيف الجزء اللي احنا قلنا عليه بتاع الكومنت، ان انا محتاج اضيف كومنت للفيديو. محتاج بقى تبتدوا بقى تشوفوا الحاجات اللي مش موجودة هنا تمام، وتبتدوا ايه تضيفوها. طبعا الفيديو قدامه شوية عبال ما يكون شغال بشكل كويس، وابتدي اتست على الفيديو اكتر من مرة تمام. طيب طبعا لو انا عايز اعمل ايديت بدوس ايديت، وبفضل ايديت على الفيديو لحد ما اطلع الفيديو باحسن حاجة باحسن كواليتي، كواليتي وابتدي اشتغل على الرينك بتاعه تمام. ده الجزء بتاع الاناليسز اللي احنا كنا بنتكلم فيه. هنا ممكن الجزء بتاع الاديتور، لو انا حملت الفيديو ومحتاج ان انا اشتغل عليه اديت في حاجة معينة، اضيف ليه صوت، اشتغل عليه في بلور، محتاج اعمل بلور على حاجة، او محتاج ان انا اضيف ليه الاند سكرين تمام. الفيديو بتاعي طبعا ما ينفعش ان انا اضيف ليه اند سكرين، لانه انا محمل فيديو قليل جدا 25 ثانية، فهو قليل جدا. طبعا الفيديو اللي احنا هنحمله مش هيكون عمره 25 ثانية، هيكون اكتر من كده بكتير، فهضيف اند سكرين لو انا مش ضايف اند سكرين. التفاصيل دي كلها طبعا بحط ايديت زي ما انا عايز، لو انا عايز اضيف ميوزك، لو انا عايز اضيف اي حاجة ببتدي اضيفها، ودي الميوزك المتاحة قدامي، ببتدي ايه اعمل له اد تمام، فيروح ضيف لي الفيديو عندي، بشوف الفيديو هشتغله من انهي حتة او من انهي قطعة، وابتدي ايه اشتغل عليه عادي جدا. موضوع بسيط مفهوش اي حاجة محتاج ان انا اظبط فيه زي ما انا عايز. طبعا لو انا عندي اصلا حد شغال على الفيديو اديتور او بتاع فيديوز، هيبتدي يشتغل عليه ويطلعه، مش هحتاج اصلا الكلام ده تمام. الكومنتس، وابتدي اشوف الكومنتس بتاعتي، وابتدي اشوف لو انا حاطط سبتايتل او مش حاطط، وابتدي بقى اشوف التولز بتاعتي. لو انا في حاجة محتاج اشوف افضل 5 keywords مثلا، لو قلنا مثلا غرفة هنا بيقول لي ان غرفة النوم، طبعا ده هنا التولز بقية التولز بتاعتي بيقول لي المنافسة عليها ميديوم، و الاوفر سكور بتاعها 21 من 100 تمام، وببتدي اشتغل ان انا اضيفها او اخدها كوبي او اشتغل عليها. وفي طبعا حاجات هتلاقوها بيد وحاجات مش مدفوعة تمام. هنا بيقول لي الافضل الحاجات اللي واخدة سكور واتشافت تمام. تمام ايه بعد كده الكومباتيتور، طبعا محتاجة بيد، في حاجات بقى هتلاقوها بيد وحاجات هتلاقوها اورجانيك تمام. انتوا بس محتاجين دي الستورت بتاعتكم والحاجات اللي انتوا لازم ان تكونوا فاهمينها، وانت شغال هتلاقي الدنيا بالنسبه لك ما فيهاش اي صعوبه، خلاص انت كده فاهم. على الاقل الداشبورد مش هتبقى رهيبه، مش هتبقى عندك اي مشكله فيها، معاك التولز اللي تشتغل بيها، معاك البيزكس. تعالوا كده نخش نشوف الجزء بتاع السيتنج تمام. من هنا التشانل تمام، انت التشانل دي ايه بالظبط، هل هي في اي دولة بالظبط؟ والله انا التشانل دي في مصر، فين ام الدنيا اهي تمام. الكيوردز، لو انا التشانل بتاعتي محتاجها تتشال تتشاف، طب ايه الكيوردز اللي نضيفها يا ليلى لو التشانل دي بتاعتكم؟ keywords والله انا كنت شغاله على اسرب اسرب والرياض على ايه على اسرب اسرب كده لا اسرب من غير ايه اسرب، انا سمعتها اسرب بس اوكي. ده اسرب دي
برضو الباد عندنا، الباد حاجة من الحاجات الكيوردز العالية جدا، ومفارش أوروبية أو مفارش تركية من الكيوردز اللي هي بقت عندنا ترانز دلوقتي. ممكن مثلا نقول مفارش، وفي سجادة تركي برضو من الحاجات العالية من الكيوردز الترانز اللي هناك. طبعا مش هينسى نضيف اسمكم. أكيد. اسمكوا ايه؟ in house. تمام. بعد كده بنشوف بقى هنا الجزء بتاع التايتل والديسكريبشن بتوع التشانل نفسهم. والله هنا شركة in house، المفروشات مثلا، تمام. وبعد كده بنكتب بقى تفاصيل الشركة، عمرها، عنوانها، جودتها، أو يعني هنقول مثلا مميزاتها، منتجاتها، الهيستوري بقى بتاعتها. تمام خلاص. تمام اوكي. تمام بعد كده بقى بنبتدي نختار التفاصيل الشانل بابليك عادي، تمام. ولو في تاجز محتاجين تضيفوها برضو ايه نضيفوها. تمام. بعد كده الجزء بتاع البرميشن هندوس هنا مانج برميشن، هيحولنا على براند، ونبتدي ان احنا نعمل لو انا محتاج اعمل برميشن لو انا ريليتد باكونت تاني او حاجه، فبديله برميشن ان هو يشتغل عليه، فدي انتوا مش هتحتاجوها دلوقتي. الكوميونتي هنا لو انت مودريتور او في يوزر او ناس محتاج تديها صلاحيه ان هي تشتغل. تمام. بعد كده بتشتغل على الاجزاء بقى التانية، الكوميونتي. تعالوا هنا مثلا نشوف التفاصيل دي، لو انت في كومنتس انت مش محتاج الناس تحط كومنتس او تحط كومنت والكلام ده كله. بس خلاص يعني مفيش اي حاجة تاني في الجزء بتاع السيتنج ده. نرجع للقناة كده، طبعا هنا يعني انت بتغير صورة القناة والتفاصيل بتاعتها واسم القناة طبعا والكلام ده كله. تقريبا دي كده كل البيزكس اللي انتم ممكن تحتاجوها في الجزء بتاع اليوتيوب. طبعا في اجزاء تانية اكتر زي الجزء بتاع الجزء بتاع اللايف والكلام ده كله، بس كلامنا النهارده عشان الاجزاء اللي انت تعمل ازاي فيديو علشان تشتغل على اعلان. بما اننا كنا شغالين على اعلانات جوجل، فانت لو انت حد ممكن يشتغل اعلان اليوتيوب، فالفيديو اللي يرفعه يبقى عامل ازاي عشان يقدر يشتغل عليه بشكل كويس. تمام. في حد عنده بقى اي سؤال في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي؟ هو انا عندي سؤال دلوقتي. ماشي، احنا بنرفع وبنظبط الاس اي او، بنظبط التايتل وكل المعلومات، بس بيكون في بلان مثلا، يعني بنحط بلان. البلان مثلا بتبقى ماشيه، يعني احنا مثلا بيبقى الاوبجكتيف بتاعنا لو احنا في الاول على حسب الشانل، بنقول مثلا احنا مش معروفين على فكره ان احنا عندنا تشانل يوتيوب، معروفين كبراند لكن مش معروفين زي مثلا على اليوتيوب. فاحنا عندنا مثلا لازم نعمل اويرنس ان احنا عندنا يوتيوب، بعد كده بنبتدي نحول للكونفرجن، بنمشي بقى تسلسل معين. لا بص، ده بيتحط بقى في الجزء بتاع السوشيال ميديا بلان في الاول. يعني السوشي بتاع الجزء بتاع السوشيال ميديا بلان، انا محتاج الشهر ده اشتغل فيديوز يوتيوب. طب الفيديوز بتاعت اليوتيوب دي المفروض ان انا هشتغلها ازاي؟ محتاج اوصل او اطلع منها بايه؟ يعني انا محتاج اطلع منها بايه؟ ايه الحاجات اللي انا محتاجها؟ وبناء على ده ببتدي اشتغل على الجزء بتاع اليوتيوب نفسه. تمام. الجزء بتاع اليوتيوب نفسه هشتغل على ايه؟ تمام. بس فانا بحط ده جوه السوشيال ميديا بتاعتي او جوه البلان بتاعت السوشيال ميديا بتاعتي، وبعد كده ابتدي اشتغل على بلان لليوتيوب نفسه. يعني انا محتاج ان انا اشتغل على اليوتيوب علشان اوصل
لعدد سبسكرايب كذا وعدد مشاهدات كذا، تمام؟ لو انا في الاول فانا لازم بحط حاجه تتلائم مع الاندستري بتاعتي ومع المنافسين بتوعي الجروث بتاعهم. هم والله شغالين من سنه، فحاليا واصلين مثلا ل 8000، فانا والله هم واصلين ل 8000، فخلاص انا محتاج في خلال سنه اوصل ل 8000. هل هقدر اعمل ده ولا لا؟ وببتدي ابلان ان انا اوصل للكلام ده، وبناء عليها بشوف ايه مجموعه الفيديوهات اللي انا هشتغل عليها. هل الناس انترستد بالحاجات اللايف على طول، وان هو يشوف المعرض بنفسه، ولا ممكن اعمل له فيديو موشن والكلام ده كله، فاهم؟ فانا لازم انا اشوف التفاصيل دي، لازم انا اشوف التفاصيل دي الاول وابلان ليها، بعد كده ابتدي اشتغل وابتدي اشتغل تيست، يعني ابتدي اتيست اشوف. يعني مثلا هنا دي ده مثلا نفترض ان هو حد من الكومباتيتور، تمام؟ هنا انا شايف هو بيوصل ديلي ازاي وقد ايه، تمام؟ وعلى اخر في اخر 30 يوم عامل ايه، تمام؟ التفاصيل بتاعت الكروس بتاعته ماشيه ازاي، تمام؟ في السبسكرايب، اللاست فيديو بتاعته ماشيه ازاي في المشاهدات، الفيوز بتاعته ماشيه ازاي، تمام؟ وكام لايك والتفاصيل دي. هو اصلا بيستخدم كي ووردز ايه، التايتل والليفت تايم والكلام بتاعه ده كله، كام فيديو اصلا عنده، والفيديو الاساسي اللي حاطه، والفيديوز بتاعته، والسكور بتاعها. يعني هنا جيب لي السكور، لو انا مش عارف كده عشان تشوفوا اكتر، تمام؟ كده كل فيديو جايب لي السكور بتاعه واصل لقد ايه، تمام؟ بكل التفاصيل بتاعته، تمام؟ فلازم اقيس الكلام ده كله واشتغل على السوشيال ميديا بلان، وبعد كده هشتغل عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. وبالمناسبه كمان ممكن اخد منه هنا الكوبي للكيوردز اللي هو حاططها، يعني تمام. فالموضوع بيمشي ببلان. انا بعمل بلان، انا محتاج اليوتيوب اصلا، طب محتاج اليوتيوب ده المفروض ابلان ليه، تمام؟ واعمل له بلان واشتغل عليه، اوكي تمام. تمام تمام هنا هو حاطط الشانل بتاعته والتفاصيل بتاعتها، تمام؟ دي الاجزاء اللي انا المفروض اشتغل عليها، لازم انا احط الاجزاء دي في بالي وابتدي اشتغل عليها. تمام كده، ولا في حد عنده أي سؤال في الأجزاء اللي فاتت دي؟ التول والاكستنشن انا بعتهم في الشات، لو كده ممكن ابعتهم لكم دلوقتي تاني يعني، بس انا ممكن ابعتهم لك دلوقتي، تمام؟ في فيديو فيد اي كيو وكيوردز افري وير، وفي التول التالتة اسمها كده فيديو ليتكس، تمام؟ بعتهم لكم تاني اهو في الشات عشان يكونوا بالنسبه لكم باينين. ادي اهي الاولانيه كيورد افري وير اللي احنا اتكلمنا عليها، والجزء الثاني بتاع تيوب بودي، تمام؟ برضو بعتهم لكم، والجزء بتاع التول دي، تمام؟ اللي هي هنا عشان تكون واضحه، بالنسبة لكم هجيبها لكم من الناحية التانية. extensions هي نفس ايه اللي انا بعتها لك، تمام؟ اوكي، عفوا، تسلم يا زين، تمام. اخر حاجة قبل ما من close، لو انت دخلت على الشانل بتاعتك، تمام؟ هتلاقي البيج دي، البيج دي برضو فيها كل السيتنج اللي ممكن تحتاجها. لو انت محتاج تعمل تشينج
في حاجة او في التمانج التشانل بتاعتك او تضيف مانجر للتشانل او تريموف مانجر منها لو انت محتاج تضيف حد. ممكن تشتغل على الاجزاء دي. تعالى كده نشوف الاكونت لو انت محتاج تشتغل عليه. النوتيفيكيشن طبعا لو انت محتاج تظبط الجزء بتاع النوتيفيكيشن يجيلك نوتيفيكيشن ولا لأ. تمام. الجزء بتاع البرايفسي لو انت عشان تظبط البرايفسي, والجزء بتاع الابس اللي ممكن تكونكت بيها, وادفانسد سيتنج دي ممكن ان انت تاخد اليوزر اي دي والشانل اي دي, ولو انت محتاج تمسح الشانل نفسها. تمام. تعالى كده دي طبعا التفاصيل لو انت الهوم والاكسبيرت وبقية التفاصيل عادية جدا اللي احنا ايه اتكلمنا فيها في الايه في البارت الاولاني. تمام. حد عنده اي سؤال تاني في الاجزاء دي ولا كده؟ تمام. اوكي تمام. كده احنا يعتبر خلصنا النهارده. ولو في حد عنده اوكي القسم الاول ان شاء الله هينزل, يعني القسم الاول في او الجزء الاولاني من الميتاب النهارده هينزل ان شاء الله على هينزل على اليوتيوب ان شاء الله. يعني لو حد عنده اي حاجه تاني او عنده استفسار ممكن يبقى يبعت لي, وبإذن الله نتقابل الجمعة الجاية في ميتوب مختلفين. أشوفكم على خير إن شاء الله الجمعة الجاية, وإن شاء الله الشهر الجاي نشتغل على الجزء بتاع الماركتنج مانجمنت. تسلم يا زين, ربنا يخليك. إن شاء الله الجمعة من المرة الجاية من 1/5 نشتغل على الجزء بتاع الماركتنج مانجمنت, وأشوفكم على خير الجمعة. عفوا يا ليلى, تسلم. إن شاء الله تصبحوا على خير.